قدام قصر العدل. نحن اهالي ضحايا شهداء مرفأ بيروت، جايين ندعم القاضي، جايين نوقف حده قدام التدخلات السياسية اللي عم بتصير، قدام التهديدات اللي عم يتلقاها القاضي بيطار، جايين نوقف حده للقاضي بيطار. بكفي بقى، لازم بقى ناخد الحقيقة، لازم نوصل للحقيقة، نوصل للعدالة ونعرف مين فجر بيروت، مين قتل ضحايانا. لهون وبس.